واستغفر ترجمة. الله. سعيد بالترجمة مرة. ما لزم. والله الصراحة بس كويس أخذنا لنا كلمتين. أعطوا كلمات تسمية. وعدنابة. تلخوا عدنابة. خليك على عدنابة. شايفك شايفك. نمسكها. متى تبدون يا أخو ناصر حربي؟ ما قلت الساعة 9؟ طيب الساعة 9 ودقيقتين. 9 ونص؟ حلوة. 9 ونص؟ شوف النص بعد. أقنعتني بالنص هذا والله. طيب احنا نبغى نستقبل الضيوف هذول احرجونا الحقيقة. تو 9 ونص باقي نص ساعة. كيف؟ باقي نص ساعة. طيب يا أخي. أنت بتستقبل ولا بتتوب؟ بجلد. في نوم يا رب. يا اخي ما منك كويس. تحرك تحرك كذا. والله قلعك كان استغليت فترة المغربية هذه. ايش؟ كان شوف اخذت والله يا نوم أليمة. نمت هناك. بس ايش كنت بتسوي؟ ايش كنت بتسوي؟ تفاجأت ما دريت الا صالح جنبي يتبوسم. قلت في مصيبة. متى المغرب؟ ايه هناك رحنا عند البث وقلنا لهم نبغى البث نبغى نسوي في النجوان حركة. ايه ايش حركة ما ادري صالح بتصرف. سوى راح صالح فعلا. رحت انا قالوا طيب ما صحيت انت؟ ما فيه انا شنو وين يجيني شيء ما ادري ايش ناوي. انا سالته ايش دراك والله ما ادري ايش يبغى صالح. قال بسوي حركة ما ادري الله ايش يبغى. ناوي يقطك المسبح يا عاد يبطي. يوك تخيل يمزح من جيبان كذا تقفل. ما عنده مزح انه جيبان كلمتين وكف حرب حار. لا مستحيل يا وديدي انا امزح بمستوى المزح اللي مزحت معي مزح بمزحه على طول. هو كلمتين وكف يعني ايش؟ الكف هذا الكلمه اللي الثالثه يعني. حول. والله العظيم اني قد ما اقدر مو بقد ما اقدر الشيء العاده ذي انا تاركه. ليه؟ العاده ذي انا تاركه اني لساني احاول اني ما اخليه يكون صليط. بحيث اني اعطي كلمات قويه قد ما تقدر. قد ما اقدر. بس قدرتك ذي ايش قدها؟ لا ضعيفه. نعم ما للاسف. تعال متى عمري قلت لحد شيء؟ متى عمري فعل؟ اترك احمد سعود انا اتكلم لكم انتم. ليش اترك احمد سعود طيب؟ لا لان احمد سعود دقيقه احمد سعود لا احمد سعود محشره. لا لا انا اقول هذا احمد سعود غلط الى درجه انه هذا الشيء هو وصل الى درجه اني انا خلاني اتكلم. طيب احمد سعود غلط. عبد الله النجيبان يقول احمد سعود غلط. إيه؟ احمد سعود يقول عبد الله النجيبان غلط. إيه اجمي غلط انا اللي غلط. لعل الموضوع تسكر الله يجزاكم خير. حنا شوف انا اقول لك هو غلط. بنقول تناقش فيه الحين حتى يبدا لكم في الشروط. امس انتظر مقاطع وكلها هوشة النجيبان. انا ما انا بقول اني انا ما غلط. هوشة النجيبان وسروال محسن ضايع. اوف صار هوشة النجيبان حرام عليك. ما معليش معليش. ايش رايك الليله تطلع انت وانا ادخل اقول رجع لا وجايك جايك منصور. لا اظن هو اللي قفل الباب. انت قفلت الباب؟ مين اللي قفل الباب؟ ما ادري. المهم جايك منصور ماسك يا جماعه والله يا وجهي انا ما ادري ايش عادي. هذا وجهي هذا وجهي انا طبيعي كذا. عارف ان وجهك ما جبت وجه ثاني. إيه؟ والله وجهك امس قلب ازرق عادي. هذا قلت انا اعرف انك انت بس لا تصرفاتي الشيء انا اللي باخذه اكيد اني اتخذه بحكمه. بس يعني انت حكيم. مو بحكيم مو بحكيم بس انا ما راح ازين شيء يضره بالنهايه. طيب يمكن تضر نفسك قد ما ادري صح؟ شلون؟ يعني قصدك اني هل هذا ممكن؟ انا ما ادري ايش تقولون ترى يوم تجتمعون حولي والله ما ادري ايش تقولون لان انا قاعد في بالي شيء فما ادري والله العظيم ولا واحد لانك قفلت زين؟ اي ما ابي حد يعطيني حكي خلاص انا ببالي شغله بسويها. حطيتها قدامي خلاص بسويها بعد ما اسويها افكر الحين يلا قولوا لي ايش تبون. طيب تدري ايش قالوا لي؟ ايه انا طلعت من هنا باقي ما بدا البث على على البروفايلك قالوا لي ادخل الكونفشن روم بناخذك الان تمام. قلت طيب رحت جلست الكونفشن روم. متى دخلت عليهم؟ اخذ باقي دقيقتين وتنتهي الحلقه. طولوا مع سالفه محسن و لا محسن طولوها بزياده وهي ما هم طولوا الشباب هم اللي اعطوهم فرصه انهم يطولونها. الموضوع ما يستاهل يطلع ما يستاهل خلاص يعني الموضوع هذا اللي تحت البث تحت البث الدوري تحت البث حلها تحت البث. بعدين ما سمعنا النقاشات هذه قبل يعني فجأة يطلع كذا ما سمعناها قبل. وبعدين يا أخي يا الله وبعدين لو أنا فعلا بأخذ حقي أباخذه أبحتري لين
يجيني شو قال بروفايلك الكونفشن روم بدخل فيه عشان اخذ حقي واتكلم؟ لا، انا اقدر اخذ حقنا بكل مكان وباي مكان وباي لحظه. باقي تهدد يا عبد الله؟ لا ما انا بهدد، انا اقول لك لو ابي اخذ، لو انا اشوف لي حق، انا ما لي حق او ما اشوف انه في شيء اصلا، فهمت علي؟ الموضوع سهل بسيط. وليد تقييمك لشخصيته خلال هذا الموقف؟ اندفاعي بكل عدواني هجومي. ثلاث الاشياء. وش الكلمه الثانيه بعد؟ اصبر. اندفاعي عدواني هجومي. انا تدش ضحك، كان ضحك وليد عجز توجع قلبه تصير خايف انه زي شيء، وعند الباب جاي والله يا انا مت من الضحك. رفع ضغطي. قلت خلاص يا وليد. متى مت من الضحك؟ لا يوم جاء وليد ما اقدر اللي انا حسيت انه انسحب للنقاش يبي يطلع عبد الله، عرفه لان من خلال تجارب سابقه عبد الله قفل من خلال تجارب سيئه سابقه. ايوه قلت انا عبد الله اشوف وجهه قمه ما عمري شفته معصب زي كذا البارح، قلت واه من الزعل يا بيجيب العيد. لا من قمه ما قلنا ايش مضيع وين قصدك؟ عبد الله عبد الله عبد الله ترك ما ادري ايش طبعا نتكلم طبعا وجهه مقلوب كذا سؤال ما ادري انا ما سؤال هذا وين بالكونفشن روم؟ انا اللي يقهرني انه معصب يضحك ما ادري شلون. اي لا يطلع هناك تحس تنخر انت. ايوه هذا بالكونفشن روم؟ هذا بالكونفشن روم ولا وين؟ ما في قول كونفشن روم. انا خفت ايش ابي ذا؟ سؤال دوراني ذا بالكونفشن روم ولا برا؟ كيف؟ دوراني ذا وانا اقول كذا على قولتك انت وقتها كذا خلاص انا بكفشر عليك الكاميرا وانت تروح للباب وترجع. لا اجل ايه عصبت فعلا كتبين عرفت كيف؟ هو نفس الطريقه اذا اقنعني. لا لا هذه مشيت هذه مشيتك انت عرفت كيف بالكتب كذا؟ لا لا كذا انا ما انا 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 ما كل شيء موثق ما رفعت صوتي وقلت لا لا ولا لا ما قمت تكلم وسط الهاوس؟ لا قلت لو ما دخلتوني ترى بروح لامهم هنا بس تكلم في وسط الهاوس صح؟ اي تكلم ما رفعت صوتي كنت تقول كذا لو ما دخلتني برا عندهم صح؟ إيه؟ لو ما دخلوني ترى بروح عندهم كلموني قلت لا تكلمني لو ما دخلوني بروح عندهم وبس قفل الباب وانا باخذ حقي بس مو بهي المساله ترى على فكره بعد ازيدك من الشعر بيت زدني من الشعر بيت لما فعلا اعصب فاقدر الف في نفس المكان اللي انا فيه. طيب انت كنت كذا ترى البارح لا انا ما لفيت انت قلت كذا ودي ادخل كنت ف الحمد لله ربما انه يناقش امورا منظم. سلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبي يا اخي داعس اليوم ما شفنا اندفاعات يا ابو فلاح. ما في مباراشات. صحيح. بالله ورى شغله. ورى شغله. ما احس انه ما فهم. بس كيف لما جيت و ما عجبتني صدمتك؟ انا مستاء منك في الموقف كله قبل ما اتكلم بعد ما اتكلم مع احترامي الشديد. ليش؟ تبغى الكلام اللي في بالي؟ لا هذا بالعكس يشرفني ويسعدني بالعكس ما بس مو بلازم ناخذ فيها ما ودنا تكون سالفه اصلا موضوع ما يستاهل هو هذه هي انا وشان خلاص موضوع أنا ما اللي قاهرني انا قاهرني خلاص قالوا في ذاك اليوم ليش يعاد من جديد انت خلاص انتهينا طيب تقوم تعيدها معهم ما حتى انا وشبين اقول خلاص ينادون عبد الله الجبان اقول لهم ما في سالفه ايش تبين اسوي طيب انت جاوبني يلا يا مستشار يا استاذ منصور انت يوم جلست علمني يلا اقنعني انت يوم دعوك للكومشن روم وجلست حلو هل تشعر انك كسبت الموقف؟ انا؟ لا كسبت ولا خسرت انا اهم شيء طيب اذا ما كسبت وخسرت ليش تجي؟ ليش اجي؟ لاني انا دعيت له لو انا ما جيت في ذا الموقف اعتبر كل الكلام اللي قالوه عني صح اني انا فعلا قلت هذا الحكي واني انا فعلا هشته واني انا فعلا انسان ما استحي على وجهي واني انا متهجم عليه لو انا ما جيت هذا المعروف دائما أنت إذا ما حضرت القضية فتعتبر ناكلا فيها وكل ما يدور في هذه القضية صح قد الحركة ذي يا ولد قد الحركة حبيت استفسر بس حبيت استفسر وصلت لا حقك ولكن حقي أنا أقول لك هذا أنا ما أدري قضائيا ونظاميا زين
لو انت ما حضرت قضاء بالنظام يا عمي، هذا القضاء وهذا النظام وهذا اسس الحياه. اذا انت ما حضرت ودافعت عن نفسك فتعتبر ناكل وتعتبر مقر بالشيء اللي قال عنك. انا ما هذا مو بصحيح. عندك هوا 24 ساعه تتكلم فيه. اتكلم في ليش اتكلم في الهوا لهالدرجه عندي انا او ضعيف انا شخصيا او انا مسكين ماني بقادر اواجه الشباب اللي في الكونفشن روم؟ انت كنت تترجم عدم حضورك وجلوسك في الكونفشن روم ضعف؟ اي ضعف. اصبر راحتك. مو بترجم، هذا واقعيا ضعف. انت هو برايك مرحبا عداد وبلا السحايب عليك انت عليك انت واشكالك عليك انت عليك انت ايها الملتحي. نسيت المقلب الذي اليوم مفروض